إذا متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من المركز ديال مدينة الدار البيضاء، طريق ديونا شارع محمد السادس، بحيث كيف ما كنشوفوا عناصر الأمن الوطني لعمليات ديال تحرير المخالفات بالنسبة لكل الخارجين عن القانون. إذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام، حملة أمنية كبيرة على الدراجات النارية المخالفة للقانون، واللي ما كيتشوفوا أصحابها سواء على التأمين أو لا على الخوذة عناصر ديال الأمن الوطني في منطقة الفيدا، كيقوموا بحملة في اللحظات توقيف ديال العديد من الدراجات النارية للاصحاب ديالها، ما كيتوفروش سواء على الخوذه او لا على التامين الاجباري. اكيد مثل هذه الحملات اللي كتلقى استحسان من طرف المواطنين، لحقاش من هذه البلاصه هذه كيتم التوقيف بزاف ديال الخارجين على القانون او بزاف ديال اللصوص، فتحيه عناصر ديال الشرطه ديال الامن الوطني منطقه الفيداء على هذه الحملات اللي كيقوموا بها، خصوصا اننا كنعرفوا ان ظاهرة السرقة اللي ولات كثيرة بهاد المطر اللي كتطلق عليهم اسم ديال 96 او لا 33 او لا هادو كامل الاسماء اللي كيطلقوا على عدة انواع ديال الدراجات اللي كيكونوا كيتستعملوا بزاف في السرقة. خصوصا هنا في منطقة دير السلطان، حكم ان هنا كاين مراكز تجارية كبيرة للناس كيبقاو كيتقدو منا، فللأسف هاد الناس هادو لما كيقدروش بزاف ديال المواطنين ساكن اللي الله يحسن لهم في الهوان، لا حول لهم ولا قوة، حيت كتسلب منهم الحاجات الخاصة ديالهم. إذن مرة أخرى متابعينا الكرام، فمشكورين على عناصر ديال الأمن الوطني في منطقة الفيدا على هاد الحملات اللي كياخدوها، وحنا كنشوفو يعني كيتم التوقيف متابعينا الكرام. برافو العناصر ديال الامن الوطني. غادي نختم معكم هذا المباشر الى مباشر اخر، الى اللقاء.